انا بقول لك وبقول لكم وانا بتكلم في الميه، بالنسبه لنا يا جماعه ده تحدي كبير جدا جدا، حتى مع لان الميه اللي جايه لنا ميه ثابته ما بتزيدش، الميه اللي بتجي لنا ميه ثابته ما بتزيدش، هتزيد لو عملنا محطات تحليه، ودي بتكلف كتير قوي واحنا شغالين في كده، هتزيد بان انا اعالج ميه صرف زراعي بشكل متقدم جدا جدا عشان اتخلص من كل المواد الضاره اللي موجوده فيها، ولكن يتبقى التحدي ان ملوحتها بتبقى قد تصل ل 2000 بي بي ام، وبالتالي هي هتزرع بها بعض مش كل الزراعات. يتبقى ان كل نقطه ميه درجه ملوحتها مناسبه لكل زراعه، خساره عليا لما تهدر مني في زراعات اقدر ازرع بيها بحجم ميه اقل. طب ممكن يقول لي طب ما هو الاستثمارات اللي هتتعمل في الزراعه دي هتبقى غاليه، ودي الكلمه اللي يمكن بقى اتكلم فيها لما قلت له خلي بالك الصوبه بالنسبه لي محط التحليه، فهو يعني استغرب من التعبير، يعني ايه الصوبه محط التحليه؟ انا بقول له ان لو انا بزرع الفدان بحجم ميه معينه، فدان عادي بالغمر ياخد كميه ميه اكتر، اعمله بنظم ري حديثه ياخد كميه ميه اقل، ازرعه بالصوب ياخد نسبه ميه اقل، ازرعه بنظم اكثر تطورا زي الهيدروبونيك مثلا اخد اقل واقل، بس مش كل زراعه تتعمل كده، لكن في النهايه بقت المتر ميه ده اللي كان ممكن ازرع بيه غمر او ازرع بيه تنقيط او ازرع بيه صوب او ازرع بيه هيدروبونيك، هتجد ان الاربع نقاط الاولانيين دول او اللي هو الغمر ده ما فيش فيه تكلفه عليا كمزارع، بالتنقيط او بالبيفوت يعني هلاقيه هيكلفني شويه، اتكلم على الصوب يكلفني اكتر، اتكلم على هيدروبونيك يكلفني اكتر واكتر، بس انا بقول لكم عشان كتير من الناس واحنا بنتكلم يقول لك يعني يا جماعه انتوا مش مدين فرصه للايه؟ للقطاع الخاص، لا ده انا بجهز لك ده وبقول لك تعالى، بس يا ريت تقدر تيجي معايا حد ادنى بالراي المحوري، حد ادنى بالايه؟ بالراي المحوري ستة. حد ادنى ليه بقى؟ لان انا في حوجه للميه شديده جدا وعايز اطلع اكبر انتاج زراعي بشويه الميه المتاحين ليا، عايز اطلع اكبر انتاج زراعي، انا بكلم كل المصريين لان القضيه اللي احنا بنتكلم فيها دي قضيه مصر، قضيتنا قضيه مصر كلها في موضوع احنا لو عندنا ميه تكفي زراعه 100 مليون فدان، انا والله العظيم كنت بفضل الله سبحانه وتعالى والحكومه هنتحرك ان احنا نزرعهم، بس احنا ما عندناش كده. اذا لو النهارده لو عندي 100,000 فدان ازرعهم بري مكشوف ولا ازرعهم بري محوري ولا ازرعهم بالصوب ولا ازرعهم بالهيدروبونيك؟ هو كلام نظري مش كده بهاء؟ نظري تمام، لكن انا بتكلم في نقطه استخدامات الميه، لكن في عوامل اخرى داخله معانا في موضوع استخدامات الميه.